اوكي الدكتورة أمل معانا، أنا بصيت في الأسماء. يا أمل لو سمحتي أنت هتجاوبي السؤال ده. يلا يلا أمل قولي السؤال. Which catheter create a larger lesion when applied 50 watt for 30 second in a perpendicular position؟ هل ال 4 ملي الكترود او ال 8 ملي الكترود؟ سامعيني دكتورة أمل؟ أمل أنت بتردي ليه؟ أيوة يا دكتور. أيوة معلش أنا كنت خرجت، كان حصل عندي مشكلة في النت. طب يلا مع حضرتك. داخلة باسمين. اه ما انا بيبقى عندي واحد منهم عشان السؤال. يلا يا أمل مع حضرتك هقرا معاك السؤال بس ثانية. ايوه which catheter create a large lesion when applied 50 7 فرنش 8 4 8 اوكي 8 ملي اللي هو اجابه بي. رضا محمود جاوب قال برضه إيه؟ اجابه بي. الاجابه ايه يا انور؟ قول. هو انا صوتي مسموع الانسر وجهاد جاوب. الانسر هو الاجابه ايه. اوكي لو تخيلنا ان وضع القساطر بصوره بيربنديكولار فان قسطره الأربعة ملي كرييت لارجر ليجن ذان 8 ملي كاثيتر، لان ذلك يعتمد على الكونتاكت اريا بالنسبه للالكترود سيرفيس اريا. لو نلاحظ ان الكونتاكت اريا في ال 4 ملي كاثيتر هي تقريبا 25% بالنسبه للالكترود سيرفيس اريا، بينما في حاله الفوق ال 8 ملم فان الكونتاكت اريا تقريبا اونلي 10% من التوتال الكترود سيرفيس اريا. ومثل ما نعرف ان التوتال امبيدنس تقريبا 120، ولو استخدمنا سنجل باتش اللي هي 10 في 20 سنتيمتر تقريبا 38% من الباور واللوس in the rest of the patient، لكن في الحقيقه هي not lost، وانما هذه يعني هذه النسبه لا تستخدم to create lesion. اذا 62% فقط من total power delivered between the blood and tissue. ومثل ما احنا عرفنا من خلال الكونتاكت area بان 25% contact with the tissue، لكن 75% من الالكترود سيرفيس area والكونتاكت with the blood. And it is better contact than the tissue. وأكيد إحنا ما ننسى أن the impedance of the blood is a factor of two lower than that of the tissue. إذن إحنا the remaining total power اللي هي 62% لو ردنا نوزعها على the blood and tissue بأخذ الاعتبار the contact area والimpedance راح تتوزع على شكل 6:1. إذا من انطينا 50 واط لقسطرة ال 4 ملي in perpendicular position تقريبا 4.5 واط will be used only to create a lesion. ومن كل هذا الكلام أريد أوصل إلى الابليشن of the cavotracheal isthmus. Sometime الفنل يكون more deep فلذلك نضطر أن نعمل curve للقسطرة وبذلك راح تكون in perpendicular position وبهيك حالة ما راح نقدر create a lesion. أما نحول القسطرة إلى irrigated tip هذه أحد الأسباب، ومن الأسباب الأخرى هي الستيم بوب فبدينا نستخدم irrigated tip، أو نفس ما قالت بروف دكتورة مرفت اللي هي حركة الشقلباز. Thanks. كوستو تمام. في استفسار؟ الو يا السؤال الثاني اللي هيجاوب عليه رضا. اوكي استعد يا رضا. When the ablation catheter at the isthmus during typical atrial flutter the signal should be coincide with which part of the flutter wave in the inferior lead.
سؤال غريب. أنور the isthmus during typical atrial flutter the signal هو انا قلت جزء منه في الـ في الـ ايوه اللي قلتيه صح. ممكن انا ممكن اوضح السؤال بطريقه ثانيه. انا لو خليت قسطره الابليشن على الكيفتر كسب الازمس لان الاتريال سيجنال بالنسبه للسيرفيس اي سي جي راح تكون طبعا هذا سيرفيس اي سي جي هذه تيبيكال اتريال فلتر راح يكون الاتريال سيجنال على ريجن رقم واحد ولا على ريجن رقم اثنين ولا على ثلاثه ولا على اربعه. يلا يا رضا. رضا معانا ولا سايب التليفون وقاعد ياكل في المطبخ؟ السلام عليكم يا فندم. ايوه يا رضا يلا حبيبي جاوب. بصراحه يا دكتوره I am not understanding the question already. طيب انا هشرحه لك بطريقه بلدي. دلوقتي بتاع النعكوشه اللي تحت دي هي الاتر فلاتر بس ايه فردينها حبتين تمام؟ في عندك هي دول اتنين ويفز يا انور ولا واحده بس؟ هي دي واحده ورا واحده هي دي تبدي من هنا النيجاتيف واحده كده واحده بس؟ هو بس انت يعني فردها قوي وفي فلاتر ويف كده شارعين. لا يا انور دي فلاتر ويف ودي فلاتر ويف انت شايف الماوس بتاعي؟ دي فلاتر ويف ايوه بص حضرتك هي من هنا تمام ودي البوزيتيف بار ده بلاتو اوكي لا بص يعني بص في 1 و 2 دي فلاتر ويف 3 از ذا اولموست ايزوليتريكال بيريد قبل الفلاتر ويف الثانيه دي فلاتر ويف ثانيه نمره 4 دي ذيس از انذر فلاتر ويف بالظبط كده انذر فلاتر والازمس ده يحصل امتى؟ طب رضا I think the answer is 3 اوكي مظبوط why because this area I think is the start of the two direction تمام هو الجواب صح هو 3 احنا نتخيل الرايت اند ليفت اتريال فلتر والكيفتر كسب الازمس بان مكان الانفيرير ليد هو هذا مكانه وان مكان الليد في 1 اوكي وشكل الفلتر ويف التيبيكال فلتر في ليد 2 هذا شكلها وشكل الفلتر ويف في ليد في 1 يكون بوزيتيف عندما تخرج الفلتر ويف من الكيفوترا كسب الازمس اسين تو ذا روف اوف رايت اتريوم ولذلك تكون بعيده من الانفيرير ليد فراح ترسم لنا النيجاتيف بارت في ليد 2 بعد ذلك هي كروس للروف اوف رايت اتريوم باتجاه في 1 فراح ترسم لنا البوزيتيف بارت في في 1 وتكون في في 1 مشابهه للبي ويف بعد ذلك راح تنزل بين الترايكسبيد انيولس والكريستا تيرمينالس وتكون باتجاه الانفيرير ليد وبذلك راح تنطينا البوزيتيف بارت بعد ذلك راح طبعا يمشي مسارها بالكيفوترا كسبت ازمس وتكون موازيه للانفيرير ليد وراح ترسم لي البلاتو فلذلك تكون الاتريال سيجنال على قسطره الابليشن هي ات ريجن اوف 3 نفس ايراني على انا قلت جزء منها في يا دكتوره ميرفت انا قلت اللي هو السبتال اكتيفيشن هو ريبريزنتس الفيرست بارت بتاع الفلاتر ويف والانترولاترال اكتيفيشن ريبريزنتس التيرمينال بارت راجع صوره ثانيه يا انور زي ما انور قال الانفيريور ليدز بتاعتك الاكسس بتاعها هنا وسيبك من في 1 خليك مركز مع الانفيريور ليدز ده الانتريال ليد كويس اتريا فلاتر انت عندك احنا قلنا اول ما الويف تطلع من جنب الكورونري ساينس وتريكاس انيوس ده ماركس البيجيننج بتاع الفلاتر ويف yes. انا مش عارفه انت شايفين الماوس بتاعي ولا لا مش طب علم انت يا انور انا بعلم ايوه هنا ده البيجيننج ده الاكزيت بتاع الويف من عند الكورونري ساينس اوستيوم ده مع بدايه الفلاتر ويف اللي هي بدايه النيجاتيف وبعد كده الاكتيفيشن بتاع السبتال اكتيفيشن ان كودو كرانيال مانر يعني في اتجاه عكس الاكسس بتاع الانفيرير ليدز يبقى الويفز الفلاتر ويفز في الانفيرير ليدز هتبقى نيجاتيف وبعدين هتلف وتروح الانتيرير وول تو اكتيفيتد من فوق لتحت
يعني الويف الاتجاه بتاع الاكتيفيشن في اتجاه الاكسس بتاع الانفيريز، فهتبقى تعمل التيرمينال بوزيتيف بارت. دايما الاذمس اكتيفيشن بيحصل في الدايستولي في الحته الايزوالكتريك، علشان زي حاولوا تفتكروا في الفي تاك في السكار ريليتد في تاك، احنا دايما الاذمس باللوكيتد البوتنشلز بتاعته ميد دايستوليك بوتنشلز، هي نفس الكونسبت. يبقى انت لما تحط قسطره جوه الكيفو تريكاست اذمس لازم الريكوردينج بتاعها في الدايستول اللي هو الحته اللي ما بين فلاتر ويف الاولانيه والفلاتر ويف الثانيه اللي ما بتسجلش حاجه. اوكي نفس كويستشن. دكتور جهاد يحضر نفسه للسؤال ده. دكتور جهاد جمال سنه ثالثه زماله. تمام يا دكتور. شكرا يا حبيبي، استعد للسؤال. These two ECG was recorded for the same patient. Which one is lower loop atrial flutter? قلناها دي. اه. لا في حد نزل الشارع وجايب صوت الشارع. يقفل الميكروفون. نعم يا دكتور جهاد. اي ولا بي؟ بي. بي. جواب صح. هو سبب البوزيتيف بارت هو نزول الويف بين التريكسبيد انيلس والكريستا تيرمينالس في التيبيكال اتريال فلاتر، لكن في اللور لوب بعد خروج الفلاتر ويف من الكيفو تراكسبت ازمس راح يكون جزء منها اكتيفيتد السبتم وجزء ثاني تو ذا لاترال وول ثرو يعني بريك ثرو كريستا تيرمينالس. بعد ذلك راح يحدث التصادم بتوين الاورثودرومك ويف اند انتي درومك ويف، والتصادم ده بيمثل ابسنت اوف ذا بوزيتيف بارت ان اي سي جي بي مقارنه بالتيبيكال اتريال فلاتر، وكذلك الامبليتيود في في 1 يكون اقل في اللور لوب مقارنه في التيبيكال اتريال فلاتر. يا رانيا الحقيقه انت شرحتيها كانت جميله جدا وانور جابها لنا اهو. شكرا يا دكتور جهاد، اجابه صحيحه. شكرا يا حبيبي. ثانيه واحده هقول مين اللي بعد جهاد. قلنا رضا، احمد توفيق. يلا يا احمد. دكتور احمد توفيق ده سنة أولى زمالة بس شاطر ومجتهد، وهو من تلاميذ الدكتور أنور. السؤال إيه أنور؟ What is the diagnosis of this ECG؟ هل هو counter clockwise؟ هل هو clockwise atrial flutter؟ هل هو septal atrial flutter؟ هل هو atrial tachycardia؟ توفيق معنا؟ أحمد توفيق؟ لا مش معانا. طيب هنشوف حد تاني. أميرة، دكتورة أميرة، هو أنتوا بتفتحوا التليفون وبتروحوا تقعدوا في فين يعني؟ أجيلكوا فين؟ طيب ماشي. دكتورة رحاب حمدي، دكتورة رحاب حمدي، ده احنا الظاهر أنا وأنت ورانيا بس يعني. طب أجاوب أنا؟ بروف انا حجاوب السؤال. صلاح الاهواني، صلاح الاهواني، لا يعني هم قاعدين مجتمعين. مع حضرتك الموجود دلوقتي 33 يا دكتور. انا مع حضرتك يا دكتوره مهند. يلا يا صلاح جاوب السؤال. هو الفلوتر ويفز بوزيتيف في الانفيريور ليدز. طب ثانيه واحده، انت اكسكلودد اتر تاكيكارديا صح؟ عشان مفيش فيش لاين ما بين البي ويف. تمام، يبقى ما هياش اتر تاكيكارديا. عندك كونتر كلوك وايز اتر فلاتر، كلوك وايز اتر فلاتر، وسبت الاتر فلاتر، يعني تيبيكال اتر فلاتر. اوكي اي ثوت ان هي كلوك وايز اتر فلاتر عشان بوزيتيف في الانفيريور ليدز ونيجاتيف في في 1. اكزاكتلي فعلا هي كلوك وايز اتر فلاتر. طبعا احنا اكسكلود الاتريال تاكيكارديا لان البي ويف ديوريشن يعني ذيس از نوت اتريال تاكيكارديا، واكسكلود السبتال اتريال فلاتر
مثل ما قال الدكتور رانيا تكون فلاتينينج في أغلبية الليد وخصيصا في ليد في لم ليد 1. لو نكبر ليد 2 and V1 راح نشوف بوزيتيف اتريال فلاتر في ليد 2 اللي هي الانفيريور ليد and نيجاتيف في V1. ولو في شك في البولاريتي ممكن أي حد بيرسم سترايت لاين between the positive part B lead 2 and the negative part in V1 or this is negative in V1. Next question. هاي احنا خل معانا مين تاني؟ ممكن كومنت بس على ال question اللي فات يا دكتور أنور بعد إذنك. هي على ال wording بس of the header of the question بس علشان كان صيغة السؤال what is the diagnosis. الحقيقه ان كان في publication بتقارن ال typical morphology of different types of flutters بال ECG وال most consistent morphology في ال ECG هو لل counter clockwise isthmus flutter ويمكن هو دوت القصه. لكن there are flutters with isoelectric baseline وبنشوفها مع الفايبروزد اما يكون ال area of fibrosis كتيره ممكن تلاقي isoelectric baseline فال baseline مش بي exclude atrial tachycardia or heart pretense 100% for the same reason ما بيكون في very slow atrial activation atrial tachycardia can mispresent itself as a tachycardia without intervening baseline. ففي الحقيقة أما المورفولوجي ما بيبقاش مورفولوجي ماشي مع ال typical counterclockwise isthmus flutter the best you can do is to suggest. You cannot be 100% sure about the diagnosis of certain flutter من ECG. So my recommendation or my يعني comment إن لو الهيدر بتاع الكويستشن يبقى ما يبقاش diagnosis يبقى suggest what it most likely what it most consistent yes. with. Yes. فهم قصدي؟ لأن yes. you can never be sure about. هو فعلا حتى typical atrial flutter حتى لو كانت typical atrial flutter not exclude it is atypical. بس لو كانت تيبيكال التيبيك ما هو هي التيبيكال الكلوك الكاونتر كلوك وايز اتريال تاكيكارديا الاتريال فلاتر سوري كاونتر كلوك وايز اللي هي تيبرال سور توث مورفولوجي نيجاتيف بي ويف انفيرير لي بوزيتيف في في 1 اللي هي التيبيكال اللي احنا عارفينه دوت حتى ليه فاليسيز يعني ذير از ا بيبر تحديدا بتتكلم على فوكال اتريال تاكيكارديا طالعه من اللاترال من الميديال بارت اوف كيفوتراكاسبيد اسمس ميميكينج typical counter clockwise atrial flutter. This is why it's important in perform entrainment. لكن المثل بس ان ال ECG ما تقدرش في ال typical morphology ان انت تبقى 100% sure. ما تبقاش طبعا اكيد just most likely بالضبط. وفي في بيبر طلعت ال typical atrial flutter اللي هي counter clockwise من ال left side. Yes. Yes. So you can suggest you can yes. Just, we just have a case with Dr. Mervet, a redo atrial fibrillation ablation. She underwent FM ablation like 4 months ago, and after that, she presented with a typical counterclockwise atrial flutter ECG. We went as if to ablate the CTI. After that, we found that it is from the left side. Like exactly. Ago, 3-4 days ago. Exactly my point. And yeah. You can never, يعني, it is very, very difficult to enter to what is the diagnosis of this flutter based on what is the, you can yes, suggest. What is the most likely? Most likely, most consistent with أول, العكس, تقول, least likely, the history of the patient. أو في الهيستوري بالضبط كده. Okay. What is the most likely diagnosis of this tachycardia? طبعا tachycardia cycle length 330 millisecond. Okay. والمسافة من ال earliest atrial activation to the end of the latest atrial activation هي 140 millisecond. هل هي counter clockwise atrial flutter? هل هي clockwise atrial flutter? هل هي lower loop atrial flutter? هل هي right atrial free wall أو يعني flutter atrial flutter? هل هي atrial tachycardia? دكتورة غادة ضياء دكتورة غادة يا دكتورة إيمان الشباب بيدخل ويقعد في بيتهم بقى قدام التلفزيون يعني اوكي انا هجاوب مباشر
بقى خلصنا. آه. ايوه دكتور احنا معانا 31 متضارب المفروض. ايوه انا بكلمه محدش بيرد. طب ايه ده في ايه يا يعني؟ طب احمد توفيق، احمد توفيق قول غلط يا سيدي بس جاوب وخلاص. طب انا سايكلينس 300 وكام يا 330 والاتريال اكتيفيشن في الرايت اتريوم مش انت حد 140 ملي سكند من اول الاكتيفيشن لاخر اكتيفيشن 140. طب توفيق، احمد توفيق معانا مع حضرتك يا فندم. طب يلا جاوب معاه بقى يلا. احنا نكسكلود طبعا اتريال تكارديا ب اي تو في از نوت ريجولر. ممكن نقول ان هو كلوك وايز اتريال فلاتر. انا مش عارف حقيقه راشنال بس يعني اتسجس. طيب عبد الله سامي جاوب قال دي. عبد الله سامي ممكن تبقى معانا على الميكروفون عشان كان اي توك يس بليز افتح الميكروفون بتاعك. مع حضرتك يا دكتور امير بقى قدم نفسك عشان انا مع انا اسمي عبد الله ثاني. انا في سنه اولى زمالة ريكتف ستيولوجي يعني لسه مستلم بقالي 3 شهور. طيب جاوب مع الدكتور انور لو سمحت. انت اخترت الاجابه دي صح يا عبد الله؟ تمام يا دكتوره ميرفت اخترت دي. اه دي. طب الاجابه ايه يا انور بقى حل القصه. الجواب هو ايه. اوكي احنا عندنا التكاردي سايكل لينث 330. انت دلوقتي ثانيه واحده yes. هو جاوب. هات الاجابات الثانيه يا انور. اه انت جايب اتريال تاكيكارديا yes. اه انت طيب ماشي جاوب يا انور انت بقى. هو المسافه من ذا ايرليست اتريال اكتيفيشن تو ذا اند اوف ذا لاتست اتريال اكتيفيشن كانت 140 واللي هي اقل من 50% من التكيكارديا سايكلينث، وهذا يستبعد وجود رايت سايد اتريال فلتر، يا اما يكون فوكال اتريال تكيكارديا او اتريال فلتر فروم ذا اذر تشامبر. تمام تمام. طب يلا السؤال اللي بعده. سؤال 6 what is the diagnosis of this tachycardia or what is the most likely diagnosis of this tachycardia counter clockwise او clockwise atrial flutter upper loop او اتريال تكيكارديا. طب نرجع تاني بقى لجهاد. يلا جهاد جاوب ده كمان معانا. تمام يا برو. انت عندك اي سي جي ترتيبه الار اف وبعدين الهيس وبعدين السي اس بخطواتها كلها ابتداء من 1 2 لحد 9 و10 وعندك الهالو من بروكسيمال تو ديستال وعندك التاكيكارديا. بيقول لك ده كاونتر كلوك وايز ولا كلوك وايز ولا ابر كوب ولا اتريال تاكيكارديا. اتريال تاكيكارديا دي اتريال تاكيكارديا. لا ما اتفقش معاك ده ساكن لينس قصيره شويه او اتريال تاكيكارديا. طب في هنا معانا حد جاوب اسمه اللي كتب في الشات دلوقتي البدراوي. البدراوي ممكن تجاوب مع انور. يلا ايه فندم احنا عندنا دلوقتي اللي انا شايفه في السلايد دي ان الاكتيفيشن بادئ معايا في السي اس كاسيترز بادئ من بروكسيمال تو ديستال من 9 و10 الى 1 و2 في تمام. نفس التوقيت هو على الهالو كاسيتر بادئ من البروكسيمال تو ديستال بادئ برضو من 19 20 الى 1 و2 فهنا الاكتيفيشن ماشي معايا في نفس الاتجاهين في نفس الدايركشن في سيركلر مانر عشان كده اخترت الكاونتر كلوك وايز اتريبلت. الاجابه الصحيحه هي يا دكتور انور. الجواب هو كاونتر كلوك وايز اتريال فلتر. لو نلاحظ ان الايرلس اكتيفيشن عند البروكسيمال كورونري ساينس اند ذن تو ذا هيس ووراها يكون من البروكسيمال تو ميد اند لاتست اكتيفيتد بوينت عند الديجيتال هيلو. ولتوضيح موضوع البروبوجيشن في كاونتر كلوك وايز اتريال فلتر فان الفلتر ويف موف كاونتر كلوك وايز من الكورونري ساينس اللي هي تكون ايرلس ذن تو ذا هيس
وبعدها بروكسيمال ميد لتصبح اللاتس اكتيفيتد بوينت عند الديستال هيلو. سؤال رقم 7 وات از ذا دايجنوستس؟ عبد الرحمن واعرف نفسك انت بتدرس فين او كده يعني. What is the diagnosis of this tachycardia? هذا propagation map. شغلها بقى. Dynamics. Dynamics. The propagation map. فين بقى؟ طب هي مش شغالة ليه؟ لا شغال شغلتها بعيدها تاني. أبا كده. دي flutter wave. بطيئة شوية صح؟ This is number B clockwise flutter. Yes, yes. دي هي propagation map عملناها طبعا جهاز نافكس في الإسكندرية. واضح الفلاتر ويف هي counter clockwise هي clockwise مع عقارب الساعة. أوكي هعيدها تاني. عيدها لنا عشان هي الحقيقة النت مش واضحة جدا. هي أنا معاك ممكن النت هي الفلاتر ويف واضحة. هو ده طبعا هنا عندنا احنا السوبريور فينا كافا والانفيرير فينا كافا. هذه قسطرة الهالو وهنا صح. عندنا قسطرة السي اس وهذه قسطرة الابليشن على الكيفو تراكسب الديزنس. والقسطرة الحمراء دي النقطة البرتقاني دي الهيس باندل. يلا ورينا بقى كده. يس هو ده الهيس. يس والقسطرة اللي تحتها دي الهيس كاستر اهي الحمراء دي اللي تحت الكرة البرتقاني دي. والابليشن كاستر اهي عند اهي اوكي كده اشتغل دلوقتي عندي. اوكي ما كانش شغال. اوكي السؤال اللي بعده. شكرا يا شكرا اللي جاوب معانا دكتور عبد الرحمن. انت منين؟ انا دكتور مفت صلاح. مش دكتور صلاح الاهواني. طب ماشي صلاح اوكي. during tachycardia atrial pacing was done. انا بيطلع لي مربع مش عارف القراءه اصلا. which of the following is true؟ هل ان الابليشن كاثيتر within the circuit but away from the isthmus. هل الابليشن كاثيتر اللي هي بي within the protected isthmus. سي الابليشن كاثيتر outside the circuit. جهاد بقى خش يا جهاد جاوب بقى. يلا معاك جهاد. يلا انا يتوك عبد الرحمن. تمام هي التاكي كاردي سايكل لينس 230 270 سوري اوكي 270 واللاست ليتست ثانية واحدة البيسنج ثانية البيسنج هو 230 البيسنج 230 والتكارد سايكل 270 والريترن سايكل 286 كده اي ثينك ان احنا اوت اوف ذا سيركت. الجواب طبعا احنا الابليشن كاثيتر within the protected isthmus احنا كنا نعمل ابليشن فيوجن. يس احنا كنا نعمل بيسنج من قسطره الابليشن على سايكل لينث 230 والاي اي انترفال كان يتبعها ات ذا سيم سايكل لينث. وبعد ان وقفنا البيسنج التكيكارديا كملت والبوست بيسنج انترفال ماينس التكيكارديا سايكل لينث تقريبا 16 يعني معناتها احنا within the circuit اللي يفصلنا عن الازموس احنا داخل الازموس او لا هو هل conceal او manifest entrainment. لو نلاحظ ان sequence of arterial activation على القساطر during pacing هو the same during tachycardia اذا احنا عندنا entrainment with conceal effusion وهذا يدلل على ان قسطرة الابليشن على البروتكتد ازموس. حلو قوي. بيسنج فروم ذا ديستال هيلو. علي ممكن تساعدني استاذ علي في مربع بيطلع لي فوق وانا برضو مربع بيطلع ده تقريبا ده تقريبا عشان الويندوز بتاع حضرتك مش متاكتف. لا ازاي كمان يعني ده التليفون يا ابني انا بشتغل. لا 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 هو من عند دكتور انور مش من عند حضرتك. لا من عند مسج دي من عنده. اوكي Pacing from distal hilo was performed to evaluate the cavo tricuspid isthmus conduction. What do you observe? هل في bidirectional conduction? هل بي يعني هل بي
unidirectional conduction أو bidirectional block or unidirectional block. إحنا basing من الهلو. يلا يا صلاح جاوب يا صلاح. I'm trying to. هو دلوقتي الأساط المحطوطة زي ما بنحطها CS وبعدين الهي وبعدين الهلو. هو بيبيس من اللاترال رول اللي هو من عند هلو 3 و 4 بالظبط. عشان ها اللي انت شايفه بقى هتقارن ايه بايه؟ الحاجه اللي انت هتبص عليها هقارن ال ال الهس بال بايه بالظبط؟ بالسي بالسي اس اس كام؟ 1 9 و 10 طيب مظبوط 9 و 10 اللي هو سي اس اس طب هات في واقرا بقى وحضرتك شايف ايه؟ في كوندكشن ولا في بلوك ولا اختار بقى ايه باي دايركشن يوني دايركشن كوندكشن باي دايركشن بلوك يوني دايركشن بلوك اختار واحده من الاربعه في هيبقى كده في يوني دايركشن بلوك بلوك خطا حد جاوب صح يوني دايركشن كوندكشن هو الصراحه في يوني دايركشن كوندكشن طبعا اوكي احنا نعمل بيسنج من الديستال هيلو وهذا البيسنج سبايك لو نلاحظ ان الاتريال اكتيفيشن على بروكسيمال سي اس هو قبل الهس وهذا يدلل وجود يوني دايركشنال كوندكشن ولتفسير الموضوع في حاله وجود الكوندكشن واثناء البيسنج من الديستال هيلو فان السيجنال تنتقل للبروكسيمال سي اس قبل الهس اي شكرا السؤال 10 Basing من a distal halo was performed to evaluate cavo tricuspid isthmus conduction. What do you observe? دكتور رضا. دكتور أنور إن هما ما حدش كان سابع المحاضرة لأن المفروض دوت تطبيق للي إحنا قلناه في المحاضرة. لا لا تمعين المحاضرة بس هما بيخافوا جو. رضا. دكتور رضا. أنت لسه كنت سلام عليكم دكتور رضا. سلام عليكم. احنا عملنا بيسنج من الديستال من الديستال هالو الاكتيفيشن مشي فروم ديستال تو بروكسيمال يعني كلوك وايز تقريبا بعديه تقريبا بعديه انا شايف كده الهس وبعدين كورونري ساينس فروم بروكسيمال تو ديستال يعني الدايركشن الكاونتر كلوك وايز يعني اتقفل فكده انا عامل يوني دايركشنال بلوك الاجابه دي دكتور انور الاجابه صحيحه صح الاجابه صحيحه في ناس جاوبوا على الشات منهم احمد توفيق ومنهم الدكتور البدراوي و فشكرا لكم انكم مشاركينا في الاسئله والاجابه هو فعلا احنا كنا نعمل بيسنج من الديستال هيلو وهذا البيسنج سبايك لو نلاحظ ان الاتريال اكتيفيشن على الهس هو قبل الاتريال اكتيفيشن اوف كوروني ساينس ولتفسير الموضوع بعد ان نعمل الابليشن لاين واثناء البيسنج من البروكسيمال من الديستال هيلو فان السيجنال سوف تنتقل من الديستال تو بروكسيمال اند ذن تو ذا هس اند لاست تو ذا بروكسيمال كوروني ساينس اند ذس از كونفيرم يوني دايركشنال لوك مهم قوي الاشياء بعد ما تخلصوا الابليشن تو كونفيرم وات يو ديد ولازم تستنى 20 مينتس عشان في ريكونكشن بيحصل ما يخرجش العيان وتاني يقول لك ولا عملت لي حاجه يا دكتوره ولا الابليشن ده ما بينفعش فبتضربوا لنا السمعه يعني هو ماشي. فعلا نفس اللي بعد ما قالت دكتوره رانيا هو الباي دايركشنال بلوك يعني بيزود السكسس وبيقلل الريكرنت يعني بهاي بيرسنتج البيسنج فروم بروكسيمال سي اس واز بيرفورمد تو ايفالويت الكيف تركسبت اسمس كوندكشن وات دو يو اوبزرف هل باي دايركشن كوندكشن بدي اجاوب معانا السؤال ده يلا نفس الاسئله يعني اي بي سي دي باي دايركشن كوندكشن بلوك ويوني دايركشن كوندكشن عليكم السلام يلا يا دريت جاوب احنا عملنا بيسنج من الكورونري ساينس وشايف انا شيفرون باترن على الهالو كاستر ده يثبت لي ان في ان الكوندكشن في باي دايركشنال في باي دايركشنال كوندكشن اكزاكتلي لا معلش يا دكتور بص ده كده يوني دايركشنال كوندكشن معنى ان تقول باي دايركشنال كوندكشن ثرو ذا ازمس انك لازم تبيس من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال بتوع الازمس
to elicit conduction through it. انما انت كده you elicited only unidirectional conduction انك you're pacing بس من الكورونري ساينس. يعني نشبهها ايه؟ انك انت عندك زي طريق كده ولي وبينتهي من في فتحه من الناحيه اليمين وفتحه من الناحيه الشمال. فلما انت تعدي من الناحيه اليمين في الطريق دوت يبقى انت كده اتاكدت ان هو سالك من ناحيه، ولما تعدي من الناحيه الشمال في الطريق ده يبقى انت اتاكدت انك انت الناحيه الثانيه برضو سالكه، يبقى ده باي دايركشنال. انما لما تعدي من ناحيه واحده وتاكدت انه عدي، يعني انت عديت من الناحيه اليمين بتاعه الطريق ومشيت فيه لغايه اخره، يبقى you only made sure انك ان هو بيعدي من اتجاه واحد بس. عشان تتاكد من ناحيتين لازم تبيس من ناحيه الكورونري ساينس ومن ناحيه اللو رايت اتريوم، وتوليست كونفرجنس على الهالو كاثيتر عشان تقول ان هو باي دايركشنال كوندكشن. اوكي استاذ حضرتك، بس استفسار صغير يا دكتوره بعد اذن حضرتك. اتفضل. اي ثينك ان انا عشان لك تو كونفيرم ان في باي دايركشنال بلوك ان انا بيس من البوث سايد كوندكشن، يعني انا قصدي دكتوره لازم تبيس من البوث سايد، وعلشان تو كونفيرم ان عندك باي دايركشنال بلوك لازم تبيس من بوث سايد. اوكي يا دكتور، يعني اي ثينك ان هي الانسر ايه، بس ماشي اوكي فهم. تمام. هو إيه؟ هو فقط لتوضيح يعني موضوع واحد فقط للاسئله الانسر از بي، حتى لو كتبها غلط انت يا انور، ليوني دايركشنال كوندكشن. انا لسه مش مجاوب الموضوع. هو فعلا يوني دايركشنال كوندكشن، هو مفيش اني تريسينج في بيسينج واحد من مكان واحد بيدينا باي دايركشن كوندكشن او باي دايركشنال بلوك. فده حتى لما بيجاوب اسئله اوكي يعني كاسئله ام سي كيو، هو بيشك في الباي دايركشنال كوندكشن او بلوك لو كان في بيسينج من تو ديفرنت سايد اونلي. اوكي، لكن انا افتهمت منه بيقول مثلا باي دايركشنال الويف راحت باي دايركشنال علشان الكونفرجنس. اذا احنا الجواب هو كومنت سريع يا دكتور انور للدكتور برضو علشان اتلخبط. اليوني دايركشنال بلوك او اليوني دايركشنال كوندكشن الاثنين تقريبا وجهين لعمله واحده، كونك ان انت تكونفيرم يوني دايركشنال بلوك تساوي ان انت بتكونفيرم ذا ابسنس اوف يوني دايركشنال كوندكشن. فانت علشان برضو زي ما دكتور انور زي ما دكتور رانيا قالت، يو كان نيفر ديسايد على الكوندكشن ان بوث دايركشن ببيسنج من مكان واحد فقط. وكلمه ان انت يعني انت تقدر تغير كل السؤال ده بان انت تشيل كلمه دايركشن كوندكشن وتحط فيها بلوك، عملت نفس الحكايه، الاثنين وجهين لعمله واحده. الشكر يا فندم. بالظبط، انت لازم باي دايركشنال يعني انت لازم تتاكد ان هو بيوصل من الناحيتين. يعني انت لو بيس من الكورونري ساينس هيوصل في هذا في الاتجاه اللي هو الكلوك وايز، ولو عملت بيس من لو رايت اتريوم يبقى بيوصل في الاتجاه الثاني. يبقى انت لازم تبيس من التو اندز بتاعه الاذمس عشان تتاكد ان في باي دايركشنال كوندكشن. اللي بعده انور. اوكي، احنا فعلا هنا كنا نعمل بيسنج من البروكسيمال سي اس، ونلاحظ وجود الكونفرجنس والتقاء السيجنال عند الميد هالو. ولتفسير الموضوع، اثناء وجود الكيفوتراكسبت ازمس كوندكشن والبيسنج من البروكسيمال كوروني ساينس، بان السيجنال سوف تنتقل ات ذا سيم تايم تو ذا ديستال اند بروكسيمال هالو ليصبح التقاء السيجنال عند الميد بارت. بيسنج فروم بروكسيمال سي اس واز بيرفورمد تو ايفالويت الكيفوتراكسبت ازمس كوندكشن، وات دو يو اوبزيرف؟ يلا يا صلاح. دكتور صلاح، مع حضرتك دكتور ميرفت. احنا هنا بنعمل البروكسيمال سي اس كاثيتر، هنلاقي ان في كوندكشن فيا الهس يعني في كاونتر كلوك وايز دايركشن، يبقى كده معناها ان احنا عندنا يوني دايركشنال بلوك. الاجابه يا دكتور انور، الاجابه هي فعلا يوني دايركشنال بلوك. اوكي، احنا كنا نعمل بيسنج من الكوروني ساينس واللاتس اكتيفيتد بوينت هي ديستال هالو. اذا بعد ان نكمل الكيفو تراكسبت ازمس لاين واثناء البيسنج من الكوروني ساينس، فان السيجنال ما راح تنتقل ات ذا سيم تايم تو ذا ديستال اند بروكسيمال هالو، لا راح تنتقل تو ذا بروكسيمال هالو تو ذا بروكسيمال اند ذن تو ذا ميد، ولتصبح اللاتس اكتيفيتد بوينت هي ديستال هالو. وبصوره عامه احنا غالبا مع
استاذتنا دكتورة مرفت احنا نكوي على الـ CS spacing في اثناء الساينس رتم اللي هو يكون وجود الكونفيرجنس وننتظر الشكل هذا الشكل. لو حصلنا على هذا الشكل احنا فعلا حصلنا على اليوني دايركشنال بلوك. ده دي التظبيطه اللي انا بقولها ان لازم تكون انت حافظ الشكل. ارجع لها تاني يا انور، ارجع لها تاني، هات اللي قبلها كمان، اللي قبلها كمان دي، شيل بس الدياجرام اللي انت حاطه، شيل الدياجرام اللي انت حاطه، الالوان الزرقاء دي شيلها. ايوه كده، انت مخك مرتب، مخك دلوقتي اللي فيه لما تعمل سي اس بيسنج وانت بتتكلم على اسمس بند اتر فلاتر وفي كوندكشن هتشوف الايه المنظر ده. اول ما هتكويها هات اللي بعده لما تكوت، لا ايوه اللي بعده، اللي بعده يلا اهو، عينك هتلقطها على طول، عمرك ما هتقعد تفكر. ولو ناخد بالنا ان احنا مظبطين الدنيا هنا بالاكتيفيشن باترن بتاع الكاونت كلوك اتر فلاتر، يعني ايه؟ يعني السي اس الاول وبعدها الهس وبعدها البروكسيمال هالو وبعدين الديستال هالو. حتى لما تحتفظ بالبرنامج في المكنه بتاعتك بتقول ايه؟ ابدا برنامج الهالو او برنامج الاتر فلاتر، يقوم يجي لك التنظيمه دي كلها ورا بعضها، او يحتاج الفني انه يظبطها لك عشان انت مخك ما يفكرش. انت كده خلاص ترتبت، اول ما تشوف المنظر ده خلاص. عشان كده صلاح اول ما شافها جاوبها وما فكرش، هو بص عليها عرفها. صح يا صلاح؟ صح يا دكتوره ميرفت. مظبوط يا دكتوره ميرفت. صح يا دكتوره ميرفت. طيب شكرا جزيلا واسف على الاطاله. لا ما فيش اطاله. دكتور طاهر حضرتك يختم بقى. تسمح لي يا فندم، اول حاجه تريسنج